تعتبر زايو من المدن التي تمت مراعاة عنصر الجمال فيها أثناء وضع اللبنات الأولى لبنائها، خاصة ببعض المنازل والمآثر التاريخية، لكن توالي السنين طمس معالم الجمال في هذه الحاضرة بفرط الإهمال. تزخر المدينة بمجموعة من البنايات الكولونيالية التي يعود تاريخ بنائها إلى المرحلة الاستعمارية، أبرزها القيادة القديمة وبرج الحمام والمنازل التي بنيت قبالة الثكنة العسكرية. وتتعرض عدد من المآثر التاريخية بالمدينة للإهمال وتحتضر في صمت، ومنها ما هو آيل للاندثار. كما هو في علمكم أن المستعمر الإسباني خلف هنا في مركز زيو مجموعة من المخلفات المادية، ومنها الثكنة العسكرية التي نحن الآن أمامها. هذه الثكنة العسكرية التي تعتبر أول منشأة عمرانية تدخل بها الاستعمار الإسباني في منطقة أو مركز التوميات، وذلك سنة 1912 حسب الباحث الإسباني فيزينتي ماركول، الذي أشار في عدة إشارات إلى أن الاستعمار الإسباني أول عمل قام به هنا في مركز التوميات هو بناء الثكنة العسكرية. هذه الثكنة العسكرية التي طبعت تاريخ زايو خلال الفترة الاستعمارية، أن زايو طغى عليه الطابع العسكري بحكم وجود هذه الثكنة العسكرية التي كانت وظيفتها عسكرية، ثم وجود المراقب المحلي الذي كانت رتبته عسكرية، ثم كذلك وجود خنادق عسكرية على طول نهر ملوية التي أقامتها السلطات الاستعمارية الإسبانية إبان الحرب العالمية الثانية لمراقبة التحركات الفرنسية. ثم كون أن هذه الثكنة لعبت دورا أساسيا في الاجتياح الإسباني لمجال قبيلة ولاد ستوت، ومجال قبيلة كبدانة، ثم مجال قبيلة بني بويحي. ونوع الجيش الذي كان يتواجد هنا بهذه الثكنة هو الجيش الخليفي، إلا أنه واقعيا كان تحت إمرة الحكومة الإسبانية، إلى جانب الجيش جيش التابع للفيلق الأجنبي الذي كان يتواجد بتويمة بالناظور والمعروف بترسيون، ثم الجيش النظامي الذي كان أهم ثكنته بزغنغان المعروفة عند أجدادنا وأبائنا بالرقليليس. وكان هذه الثكنة تتكون من عدة مرافق، مرفق خاص بالذخيرة والسلاح، مرفق خاص بالجيوش، مرفق خاص بالخيالة، إضافة إلى مرفق أو إلى مخبزة، إلى إدارة خاصة بالطبيب. ثم كذلك أن هذه الثكنة العسكرية كانت تزوج أو تدرب أبناء المنطقة في التجنيد، وقد زوج بهم فرانكو في الحرب الأهلية التي دارت أطوارها بإسبانيا ما بين سنة 1936 و 1939. إذن فهذه الإدارة لها أهمية كبرى، أو هذه الثكنة، بحكم أنها تشغل مساحة شاسعة، ثم كذلك طبيعة موقعها أنها موجودة في ربوة أو في تلة عالية إلى جانب الربوة والتلة الأخرى الموجودة عليها الإدارة أو إدارة مركز الشؤون الأهلية، والتي كانت تسمى سابقا بالتوميات نظرا لتشابه هذه التلال. عدم الاهتمام بهذه المآثر التاريخية من شأنه أن يترتب عنه طمس الهوية التاريخية، مما يتوجب على الجهات المعنية الحفاظ عليها وترميمها باعتبارها جزءا من التراث الثقافي والمعماري للمدينة. بعد الثكنة العسكرية قلت التي شيدها الاستعمار الإسباني سنة 1912، سيعمل على بناء مركز إدارة الشؤون الأهلية سنة 1914، وذلك لضبط التسيير الإداري والتسيير الأمني. وكان يرأس هذا الإدارة المراقب المحلي اللي كانت عنده رتبة عسكرية،
والشيء الجميل في هذه الإدارة إدارة الشؤون الأهلية أنها تنتهي من الناحية الغربية ببرج جميل وببرج طويل يطل على الضفة الغربية. هذا البرج الذي كان يتم فيه تربية الحمام، حيث في الداخل يتوفر على بيوتات منظمة ومصففة بشكل رائع، وكانت مبيتا للحيوان الوديع الحمام، ولذلك أنها تعتبر من أهم وأجمل المخلفات الكولونيالية هنا بزيو، ويمكن أن نعتبرها رمز من رموز المآثر العمرانية نظرا لرونقها وجمالها. ولهذا أن أبناء زيو لم يبتعدوا عن الحقيقة عندما قالوا أنها أيقونة الموروثات المادية الكولونيالية هنا بزيو، وخصوصا أنها كانت رمزا للسلام والتسامح بحكم أنها كانت تأوي الحمام أو الحيوان الوديع، رمز السلام الذي كان يملأ المكان هديرا إلى عهد قريب. ونحن إلى عهد قريب كنا نسمع هدير هذا الحيوان الذي اختفى صوته الآن، الذي كان يملأه جيئا وذهابا، وكانت لهذا الحيوان يعني قصص رائعة مع أبناء زيو وخاصة أبناء الزمن الجميل. ولهذا فإن يعني نطلب من الجهات ومن المسؤولين عن المآثر وعن الموروثات المادية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا بضرورة اعتبار أو إعادة الاعتبار للذاكرة الجماعية وإعادة الاعتبار لأبناء زيو، وخاصة هذا البرج الذي يمكن تأهيله وترميمه وجعله مزارا سياحيا لأبناء المدينة وللمنطقة، وبن شأنه أن يساهم في التنمية المحلية، كما أن الإدارة المرتبطة بها كذلك فإنها أيادي التخريب نالت بها الشيء الكثير، وخاصة أن الجدران الداخلية كانت مزينة بالزليج المغربي الأصيل، وإدارة ككل تعتبر تحفة فنية رائعة زاد هذا البرج من جمالها نظرا لأشكالها وأنماطها وأقواسها وشكلها الهندسي والعمراني. وإذا فحان الأوان من أجل نفض الغبار على هذه المآثر وإعادة الاعتبار لها، وإعادة الاعتبار لأي شيء من الموروثات لا يأتى إلا في إطار صونه وتثمينه. وإذا كانت مدينة زيو تحظى بالغنى والتنوع في الجانب المتعلق بالمعمار الكولونيالي الذي أقامته سلطات الحماية الإسبانية، فإن واقع هذه البنايات في المرحلة الراهنة يثير الكثير من القلق لدى المهتمين بتاريخ المدينة.